بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 144. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في باب الصداق، ووقفنا عند قوله: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا من أحكام المفوضة، وهي التي عقد عليها ولم يسمى لها صداقة، فهذه تقدم الكلام فيها في أنها يفرض لها مهر المثل. لكن لو طلقها قبل الدخول فهذه ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فإذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها صداقا فإنه يمتعها، يستحب أن يمتعها، وذلك بأن يعطيها شيئا من المال أيا كان، من أجل جبر خاطرها وتقديرها. هذه هي المتعة للمطلقة. وبعض العلماء يرى أن المتعة لكل مطلقة، ولكن الآية نص في هذه المطلقة التي لم يسمى لها صداق. نعم. قال: ويستقر مهر المثل بالدخول. نعم، هذه أيضا المفوضة. إذا دخل عليها أو لم يسمي لها مهرا فإنه يستقر لها، أي يجب لها ويثبت لها مهر المثل من نسائها بدخول الزوج عليها وخلوته بها أو وطئها. نعم. وإن طلقها بعده فلا متعة. وإن طلقها بعد الدخول فإنه يكفيها الصداق، يكفيها عن المتعة. وبعض العلماء يرى أن المتعة لكل مطلقة قبل الدخول أو بعده، سمي لها صداق أو لم يسمى لها صداق. نعم. وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. نعم، العقد الفاسد هو الذي اختل شرطه، كان يعقد بغير شهود أو بغير ولي أو بغير رضا المرأة، هذا هو الفاسد. وبعضهم يعبر عن الفاسد بأنه النكاح المختلف فيه، خلاف الباطل فإنه هو الذي أجمع على بطلانه. فإذا فارقها في الفاسد قبل الدخول فليس لها شيء، لأن وجود هذا العقد كعدمه. نعم. وبعد أحدهما قال: وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. أما إذا طلقها في النكاح الفاسد بعد الدخول أو بعد الخلوة فإنه يجب لها المهر المسمى في العقد، لأن الفاسد تترتب عليه
الأحكام، ومنها ثبوت الصداق، وذلك بما استحل من فرجها. نعم. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. كذلك يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، كما لو غلط فيها يظنها زوجته فوطئها في ظلام أبانت غير زوجته، فهذا وطئ بشبهة وليس زنا، لأنه ما لم يتعمد فعل الفاحشة وهما معذوران بالجهالة، فهي تظنه زوج هي تظنه زوجها وهو كذلك يظنها زوجته، ففي هذه الحالة يعذران بالشبهة، ولكن يكون لها مهر المثل بما استحل من فرجها. نعم. أو زنا كرها. وكذلك لها مهر المثل إذا زني بها كرها عليها، لم توافق على ذلك، وإنما أكرهها الواطي وسلبها الاختيار، فإن لها عليه مهر المثل بما استحل من فرجها. نعم. ولا يجب معه أرش بكارة. ولا يجب مع مهر المثل أرش بكارة، لأنه يدخل، لأن أرش البكارة وهو النقص ما بين البكر والثيب هذا يدخل في مهر المثل. نعم. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. للمرأة منع نفسها من التسليم لزوجها حتى تقبض صداقها الحال، لأنها إذا سلمت نفسها ووطئها فإنه يفوت عليها المنفعة المتعلق بها المهر، فتمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض حقها وهو الصداق لئلا يفوت عليها ذلك. نعم. فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. يسقط امتناعها بثلاث حالات، يسقط امتناعها من التسليم بثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان صداقها مؤجلا فإنه ليس لها الحق في أن تمنع نفسها من الزوج إذا طالب بها. نعم. لأنها رضيت بالتأخير. الحالة الثانية إذا كان مؤجلا وحل قبل التسليم فليس لها أن تمنع نفسها من التسليم إذا طلبها، لأنها أيضا رضيت بالتأخير. الحالة الثالثة إذا سلمت نفسها فإنها يسقط حقها في المطالبة. نعم. هي ولو أرادت، لو سلمت نفسها ثم أرادت الامتناع حتى يسلمها المهر فليس لها ذلك، لأنها أسقطت حقها في الامتناع. نعم. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. فإن أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الفسخ، فسخ النكاح. نعم. إزالة للضرر عنها. وقيل ليس لها الفسخ لأنه مثل المدين، قد قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم. قال ولا يفسخه إلا حاكم. أعد. قال فإن أعسر بالمهر الحال. الحال. أما إذا أعسر بالمهر المؤجل فليس لها الفسخ لأنها رضيت بالتأخير. نعم. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم. وإذا ساغ الفسخ لها وصار لها حق الفسخ فإنها لا تفسخه بنفسها، بل لا بد من الرجوع إلى الحاكم وهو القاضي في فسخه لأجل قطع النزاع ورفع الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب وليمة العرس. وليمة العرس
هذا من ما يترتب على عقد النكاح أو على الدخول، وهو الوليمة. والوليمة مأخوذة من ولم الشيء إذا تم واجتمع، سمي به طعام الوليمة، لأنه بعد اجتماع الزوجين وتمام النكاح. ومشروعية الوليمة في الإسلام لحكم عظيمة: أولا إعلان النكاح، فإنها إذا عملت الوليمة ودعي الناس لزواج فلان صار هذا إعلانا للنكاح، ويكون فرقا بينه وبين الزنا. ثانيا أن في إقامة الوليمة شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ثالثا أن في إقامتها إظهارا للفرح والسرور والانبساط، فهي سنة مؤكدة. إقامة الوليمة على الزواج سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أولم على زواجه بنسائه عليه الصلاة والسلام، وأمر بها لما تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال له: أولم ولو بشات. فأمره بصنعة الوليمة ولو بشات، يعني أقل شيء يذبح شاة. ومن هنا أخذ بعض العلماء وجوب إقامة الوليمة على الزواج، لأن الأصل في الأمر الوجوب. فالوليمة سنة مؤكدة عند الجمهور، أو هي واجبة عند بعضهم، وذلك كما ذكرنا إعلانا للنكاح وشكرا لله سبحانه وتعالى، وإظهارا للفرح والسرور بهذه النعمة، وهي اجتماع الزوجين على ما أباح الله سبحانه وتعالى. فإن الزواج نعمة من الله عز وجل للزوجين وللمجتمع، لما فيه من العفة وكف النظر وإحصان الفروج وإنجاب الذرية وغير ذلك من المصالح. فالزواج نعمة عظيمة يستحق أن تقام له الوليمة، وأن يدعى الناس بمناسبته، لكن مع الاقتصاد في الولائم وعدم الإسراف، لأن الناس الآن يسرفون في الولائم ويخرجون من السنية إلى التحريم، لأن الله جل وعلا حرم الإسراف، فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الإسراف والتبذير كثيرة، وإقامة الولائم الزائدة عن الحد كما يفعله كثير من الناس اليوم من المباهات ومن الإسراف في إعداد الأطعمة، مما يثقل كاهل الزوجين، كاهل الزوج أو كاهل أهل المرأة، ويثقل على الفقراء الذين يحتاجون إلى الزواج، فهذا أمر محرم.
ولما في ذلك من إهدار النعم، لأن كثيرا من هذه النعم التي تصنع في الولايم تذهب هدرا لا تؤكل، إما لأنها كثيرة وزائدة عن الحاجة، وإما لأن الناس ليسوا بحاجة إلى الأكل لأنهم قد شبعوا في بيوتهم بما أعطاهم الله من النعم فيأتون إليها وهم في غير حاجة إليها، فيجلسون عليها ويقومون ولم يأكلوا منها شيئا أو يأكلون شيئا قليلا والباقي مصيره إلى المزابل وإلى الإهدار. فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يتوسطوا، فإن بعض الناس لا يولم أبدا ويخالف السنة، وبعضهم يولم ويسرف ويخرج عن الحد المشروع، وبعضهم وهو قليل يتوسط فيعمل السنة ولا يسرف في الولائم. كذلك من الإسراف في الولائم إقامتها في الفنادق أو في الاستراحات أو في بيوت الزواج الغالية الآجار، وهذا من الإسراف. فيتوسط الإنسان في المحل الذي تقام فيه الوليمة بحيث لا يكون مكلفا في الآجار. وكذلك من الإسراف في الولائم ما يحصل فيها من المنكرات ومن سفور النساء وتساهلهن بالحجاب واختلاطهن بالرجال أو تقنص الفاسدين للنساء في هذه المناسبات وعمل الحيل للاختلاط بهن والنيل منهن، لأنهم سنحت لهم الفرصة في هذا الجمع الكثير وهذه الفوضى غير المنضبطة. وكذلك ما يصحب هذه الاحتفالات من التصوير المحرم، فإنهم يصورون النساء إما على أوراق وإما في الفيديو، وتعرض هذه الصور وتتداول، وفيها النساء وفيها العروسة سافرة ولابسة للباس غير محتشم وتصور، وقد تصور هي وزوجها جالسين بين النساء أو النساء مع الرجال بحجة أن هذه مناسبة زواج، ويأتون بتقاليد منكرة. وأيضا يصحب هذه الولائم منكرات الغنى والتطريب والمزامير، ويجلبون المغنيات الفاجرات من البلاد المنحلة والفاسدة، فيأتين بعاداتهن الفاسدة ويظهرنها في بلادنا وبين نسائنا وبين رجالنا، فتظهر أصوات المزامير وأصوات المعازف وأصوات المطربين والمطربات، وهذه منكرات فظيعة يخشى على الأمة من عواقبها الوخيمة. فيجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن يتدخلوا في هذا الأمر وأن يحدوا من هذا الإسراف وهذا البذخ، وأن يمنعوا هذه المنكرات عن بلاد المسلمين حفاظا عليهم من العقوبة واختلال الأمن. والعقوبة ليست بعيدة، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذه تنبيهات بمناسبة إقامة الوليمة للزواج لا بد منها، إذ الوليمة سنة في الأصل وهي عمل طيب، ولكن إذا استغلت لهذه المنكرات وإشاعة هذه الأمور وللإسراف والتبذير والبذخ فإنها تخرج عن حد المشروع إلى حد الممنوع. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحد من هذه المنكرات التي تعمل في هذه الولائم، وأن يوفق المسلمين للإقلاع عنها والتناصح في تركها، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الإحصاءات تفيد أن نسبة الطلاق في الزواج هنا في بلادنا كبيرة جدا، تصل إلى 30%. هل يمكن أن يكون أيضا، وقل من يطرح أمام هذه المشكلة والمصيبة أن السبب هو ما يحصل من المنكرات والآثام كما قال تعالى: بما كسبت أيديكم، فلعله ربما كان فربما يكون سبب انتشار ظاهرة الطلاق بهذه النسبة الكبيرة ما اقترفه الزوجان وأهلهما من هذه المنكرات في أول ليلة. لا شك أن هذه المنكرات لا تذهب هدرا، لا بد أن يكون لها عواقب وخيمة، ومن عواقبها ما تفضلتم بذكره وهو حصول الطلاق والافتراق بين الزوجين، فهذه عقوبة ظاهرة. فإن هذا الزوجان اللذان أقاما هذه المنكرات أو أقامها أقاربهم والسفهاء من أهلهم، لا شك أن لها عقوبة عاجلة وآجلة، ومنها أن الله يفرق بين الزوجين ولا يزرع المحبة بينهم، وأن يكون هذا الزواج فاشلا، وأن تذهب هذه الغرامات وهذه النفقات الباهظة تذهب هدرا، وهذا من العقوبات، وأشد منها زوال النعمة عن الذين يقيمون هذه الولائم أو عن المجتمع كله إذا لم ينكر عليهم ويأخذ على أيديهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تسن بشعة فأقل. نعم، تسن إقامة الوليمة، هذا بيان لحكم الوليمة، وهي أنها سنة وليست واجبة، وبيان لمقدارها، وأنها تكون بشاة واحدة فأقل، وذلك إحياء للسنة وإعلانا للنكاح، فتحصل الوليمة ولو بشيء قليل، ولو بالشاة الواحدة. قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، ولو زاد عليها شاتين أو ثلاثا فهذا حد معقول. نعم. وإذا لم يقدر على الشات ولو بأقل منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم بالحيس، وهو الدقيق والسمن والأقط، ولم يكن فيها لحم، ولم يكن في وليمة النبي صلى الله عليه وسلم لحم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام، فلو أنه أسرف كما يسرف هؤلاء لا اتخذ الناس من هذا حجة لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتصد في إقامة الوليمة بما تيسر، ولم يتكلف الديون الباهظة لإقامة الوليمة، بل إنه أولم بما تيسر له عليه الصلاة والسلام، فأولم بالطعام المتيسر وليس فيه لحم،
فدل على أن المقصود بالوليمة هو إطعام الطعام ولو قل، ودعوة اليسير من الناس من الأقارب والجيران وغيرهم. فإن الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كثيرين، بل هم جمع من أصحابه الكرام حضروها وأكلوا منها حتى شبعوا. فهذا يعطي درسا للمسلمين، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله في الوليمة يعطي درسا للمسلمين وضوابط في ولائم الزواج، أنها تكون على اليسر والسهولة، وتكون خالية من الإسراف والتبذير والبذخ. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه. نعم، الوليمة تكون مرة عند العقد أو بعد الدخول، فهي موسع وقتها، ويجوز أن تكون مرتين، وأما الثالثة فإنها إسراف. قال صلى الله عليه وسلم: الوليمة في أول يوم حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة. فإجابة الوليمة إذا كانت متمشية على السنة بأن كانت في أول يوم أو في ثاني يوم، يعني كررها مرتين مع التوسط في الوليمة، إجابتها واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، شر الطعام طعام الوليمة، يمنع منها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. فوصف طعام الوليمة بأنه شر الطعام لهذه الأمور، لأنه يمنع منها الفقراء المستحقون، ويدعى إليها الأغنياء الذين ليسوا بحاجة إلى الطعام، وأن من لم يجب فإنه يكون عاصيا. فلذلك صارت شر الطعام لهذه الأوصاف، ولو أنها خلت من هذه الأوصاف لصارت من خير الطعام ومن أشد الطعام بركة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه. نعم، ولم يكن ثم منكر. تجب إجابة الدعوة إلى الوليمة على المسلم بشروط: أولا، إذا عينه الداعي فقال: يا فلان تحضر، أو أتى عند أناس محصورين عدد قليل فقال: أريدكم أن تحضروا طعام الوليمة، فإنه يجب إجابة الدعوة. وأن يكون الداعي مسلما، فإن كان الداعي ليس بمسلم لم تجب إجابة دعوته، وإن أجابه فلا مانع، فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي. لكن الوجوب لا يجب عليه ذلك، إنما هذا في وليمة المسلم. والشرط الثالث: أن لا يكون فيها منكر. وما أكثر المنكرات في أيامنا هذه في ولائم الزواج، فإذا كان فيها منكر وعلم بذلك، فإن كان يقدر على إزالة المنكر فإنه يجب عليه إجابة الدعوة، ويجب عليه منع هذا المنكر، ولا يسكت عليه. وإن كان لا يقدر على إزالته فإنه لا أو لا ينكر إذا حضر، فإنه لا يجوز له الذهاب إليها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. هذا منكر،
وإذا سكت وتركه فهذا إقرار للمنكر ومشاركة في الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.